نعم نعم مستعد. حسناً تفضل. كيف تكون؟ كيف تكون؟ تكون؟ كيف تكون؟ كيف تكون؟ مرحباً أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم شطيرة اليوم. والحلقة اليوم عن كيفية تحضير شطيرة 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 شطيرة، وهي طريقة عملية لالتهام أنواع عديدة من الطعام بحركة واحدة ووقت أقل. أولاً ننظف المكان من حولنا لأن النظافة تقينا من الأمراض. ثانياً نرتدي القفازات المطاطية. والآن نبدأ بتحضير شطيرة 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 الشطيرة. أولاً نأخذ شطيرة لحم صغيرة الحجم ونعصر عليها فقسة ليمون صغيرة ونضعها أمامنا، ثم نأخذ شطيرة من الجبن أكبر بقليل من الشطيرة السابقة ونضعها أمامنا، وبعد ذلك نأخذ شطيرة من السبانخ أكبر من سابقتيها و عليها فقسة ليمون ونضعها أمامنا، ثم نأخذ شطيرة رابعة من البطاطا أكبر من الشطيرة الماضية وعليها فقسة ليمون أيضا ثم نضعها أمامنا، وعندما ننتهي نأخذ شطيرة من البازلاء أكبر من سابقتها وعليها فقسة ليمون وأخرى من الفاصوليا بحيث تكون أكبر الجميع وعليها فقسة ليمون كبيرة. أما الآن نضع شطيرة اللحم داخل شطيرة الجبن فيصبح لدينا شطيرة الشطيرة، ثم نضعها داخل شطيرة السبانخ، ثم نضع الثلاثة في شطيرة البطاطا فتتكون لدينا شطيرة 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 شطيرة. نضعها كلها داخل شطيرة البازلاء لتصبح شطيرة 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 جاهزة، ونضعها بدورنا داخل شطيرة الفاصوليا، وهكذا نكون قد انتهينا من تحضير شطيرة